الحقيقة عندي نقطتين مهمين النهاردة لازم نتكلم فيهم بالعقل. أولا منتخبنا مواليد 2005 تعادل 1-1 في الوقت القاتل في أولى مبارياته بدورة شمال إفريقيا، ودورة شمال إفريقيا زي ما حضراتكم عارفين هي دورة ودية، ولكن الحقيقة من قبل ما المنتخب يسافر وهناك حالة كبيرة من الهجوم على المنتخب وعلى شيتوس، معرفش ليه، لكن خليني أقول لحضراتكم إن دي أول دورة ودية دولية بيتم فيها تجميع المنتخب 2005، منتخب الشباب 2005. طبيعي يكون الناس عندها انتقادات لبعض الاختيارات، كل المنتخبات بيتم انتقادهم، اختيارات المنتخبات معظمها منتخب اول منتخب اولمبي بتحصل انتقادات للاختيارات لاي مدير فني، ولكن ده اول اختيارات كابتن وائل رياض، وفي نفس الوقت اللعبة دي اول مرة تتجمع مع بعض. خلينا ننتظر لنهاية الدورة الودية الدولية دي وبعد كده نشوف، في لسه مباراتين لمنتخب مصر وبعد كده المحللين والنقاد والجمهور يبدأوا يقيموا أداء المنتخب. وأنا هنا مش بتكلم عن انتقادات السوشيال ميديا، الجمهور هنا يتكلم زي ما هو عايز ويقول اللي هو عايزه، لكن أنا هنا بتكلم عن ناس بتتكلم في الكورة، ناس بتتكلم فني، منتخب ومدرب شاب أول تجربة له كمدير فني لمنتخب. وجهة نظري ان مش هينفع اقيم وائل دلوقتي، مش هينفع اقيمه على اول مباراه وديه، نستنى ونصبر على الاقل لنهايه الدوره، وبعد نهايه الدوره نقيم وائل ونقيم المنتخب بشكل مبدئي، لانه اللي جاي بعد كده هو الاهم، ونقول ده كان صح وده كان غلط، وندي الجهاز الفني فرصه بشكل كبير عشان يشتغل. وجهة نظري في هذا الامر.